تلوث الهواء يحيط بناحية الحيدرية شمالي محافظة النجف ويسلب السكان صحتهم وسلامتهم فضلا عن مزروعاتهم. موت بطيء يتعرض له سكان ناحية الحيدرية بسبب عشرات معامل الطابوق غير المرخصة التي تسببت انبعاثات الغاز منها بمئات حالات الاختناق يوميا، ومن ثم عشرات الحالات التراكمية المسببة للسرطان والتي تغص بها مستشفيات المحافظة. فمن تنطلق الغازات والدخان من يعلى ينطلق اذا بروحه عاليه نوعا ناحيه كلها، انا بالنسبه لي هسه عمري راح يدق 30 وجاي يتاذى، فايش حال الاطفال؟ ايش حال المريض بالربو؟ وتتوقع ايش يصير بي؟ حتى نخيلنا واشجارنا جاي تتاذى وسمعتها بالسوق تتشوه من ما ورا الكور. المريض تلقوه بالمستشفى من سبب الكور. الصغير تلقوه بالمستشفى، المرأة تلقوها بالمستشفى، كلها سبب الكور. فذاك يوم انا بالنسبه لي ناشدت مدير الناحيه وناشدت المحافظ، كل اللي موجودين ناشدتهم على هذا الموضوع. يوم عودينا رحمونا، رحموا هاي العالم. وبسبب سطوة الميليشيات التابعة لجهات متنفذة، لم تجرؤ الحكومات المتعاقبة على إغلاق معامل صناعة الطابوق أو الكور كما يطلق عليها، والتي تطلق كميات كبيرة جدا من الدخان الملوث منذ الصباح وحتى المساء، ليبقى الحال كما هو عليه دون حل. نحن نريد الناشد من؟ يعني كلها هنا من جوة لجوة، يعني الفقير هسه جاي تيه، يعني ما له ظهر، العدة هسه ظهر بالدولة ما له شغل، قاعد بالبيت وساكت. احنا ناس عندنا هنا فقرة بالحيدرية جاي ينامون على السطوح من الحر، كهرباء ماكو، يعني ينامون على السطح ويختنقون، جاي ينزلون من 12 بالليل للخمسة الصبح جاي دخانة. ويعد التلوث البيئي في العراق واحدا من المخاطر الحقيقية التي تهدد البيئة والصحة العامة، ورغم التحذيرات الكثيرة محليا ودوليا من خطورة تلوث الهواء وقرب المعامل غير المرخصة من الأحياء السكنية، غير أن هذه المناشدات أهملت لحسابات نفعية ضيقة، مثلما أهملت الكثير من التهديدات البيئية مثل انتشار المخلفات الحربية وتلوث المياه والتربة وغيرها.